قمة لقاءات الجولة الخامسة هي بدون منازع لقاء قمة المجموعة الثانية واللي جمع فريق النجم الرياضي الساحلي اللي يشهد بالمناسبة عودة الحارس أيمن البلبولي وكذلك لسعد الجزيري. في المقابل يغيب عن التشكيلة الأساسية لاعب النيجر موسى مازو بعد جمعه 3 إنذارات، والمنافس هو الملعب التونسي اللي يبحث عن انتصار جديد بعد 2 تعادلات في الجولات الأخيرة واللي سجل بالمناسبة إبقاء قائد الفريق أسامة السلامي على بنك الاحتياط. اللقاء ينطلق بدقيقة صمت ترحما على روح والد عماد وتوفيق المهذبي رحمه الله، ومن غير مقدمات النجم يدخل بقوة وبعد أقل من دقيقتين لعب وعلى أثر كرة ثابتة نفذها شانتي وباللكحة في الاستقبال وأمام بهت الدفاع البقلاوة يتمكن من مغالطة الحارس الخلوفي ويفتتح النتيجة. الهدف الأول لفايت النجم الرياضي الساحلي عن طريق وائل باللكحة. صورة الهدف ضربة المخالفة أوريا أشانتي في التنفيذ وائل باللكحة. الإجابة تجي بسرعة من أمن الغرايري بعد تنفيذ ركنية من برهان غنام، وأمام بهت الدفاع النجم محمد علي الجزاني يتمكن من تعديل نتيجة الملعب التونسي في 7 دقائق لعب. الصورة مشابهة للهدف اللي تسجل به هاو الإعادة دفاع النجم الرياضي الساحلي خلى الثغرة. 11 دقيقة لعب ومخالفة للنجم من نفس مكان مخالفة الهدف الأول، نفس اللعب في التنفيذ ونفس اللعب في الاستقبال، وائل باللكحل يتمكن مرة أخرى من مضاعفة النتيجة والهدف الثاني ليه في اللقاء. في أقل من ربع ساعة 3 أهداف، واللقاء ينبأ باش يكون مشوق خاصة من جانب أبناء النجم اللي كما بادروا بالتسجيل بادروا كذلك بخلق عمليات هجومية متنوعة سواء عن طريق التوغلات أو التسديد. في المقابل فريق الملعب التونسي حاول يرد الفعل من حين لآخر، لكن حارس النجم البلبولي يستعين بخبرته لإنقاذ مرماه. وبالرجوع لمجريات اللقاء أو على الأقل الشوط الأول نستنجو وأن الكرات الثابتة كانت العنصر المؤثر على غرار هالفرصة صالح النجم، لكن اللاعب الجزيري ما يستغل سوء تمركز الدفاع. ممتازة العملية والكرة في في أواخر الشوط فرصة تتاح للملعب التونسي كاد برهان غنام يعدل بها النتيجة بعد تصويب على الطاير ما تبعدش برش على مرمى البلبولي. التحية نجددها لكم من الملعب. في الشوط الثاني ومنذ البداية حاول زملاء الجزيري ينزلوا على منوال الفترة الأولى بالتقدم نحو الهجوم ومحاولة مباغتة المنافس، لكن لموسى عبساسي في مرة أولى ولوائل بلكحل في مرة ثانية يتمكنوا من تغيير النتيجة. وانطلاقا من هزوز عمليات انخفض مستوى اللعب مع انخفاض درجات الحرارة بالرغم من قيام منذر الكبير من جانب النجم وكذلك غازي الغرايري من جانب الملعب التونسي بأقحام كل من مونغولو بلال بن مسعود وكذلك محمد بن عمار وبالحسن الشعلاني لإدخال بعض الحركية خاصة على مستوى الوسط والهجوم، لكن كل هالتغييرات ما عطاتش أكلها وما غير شيء في نتيجة الشوط الثاني اللي ما شاهدناش فيه مستوى طيب على غرار الفترة الأولى وغابت فيه الأهداف كما غاب على الدقائق الأخيرة اللاعب وائل باللكحل اللي غادر بعد تعرضه الإصابة باش يواصل النجم لعب ما تبقى من وقت ب10 لاعبين إلى حدود إعلان الحكم نهاية اللقاء بأسبقية وفوز هام للنجم يدعم به صدارة مجموعته. في المقابل هزيمة للملعب التونسي تصعب المأمورية في انتظار ثاني انتصار للفريق. دكتور كنا تحكينا على وضعية وائل باللكحل. والله تو ابريوري البيلون انيسيال سي معناها سي لا ماليو الاكسترن معناها الشفي اليمين سي سا في بلوس اون انتورس غراف دو لا شفي ممكن معاها اون بتيت فيسور كورتيكال دو ماليو الاكسترن ان شاء الله باش نمشيو نعملو تو دو سويت ان بيلون راديولوجيك بور اليميني اون فراكتور وان شاء الله كحد البيس كو تطلب راحه طويله هذول بون سي 3 سيمين دو روبو باسيف اي بوي مينيموم 3 سيمين دو روبو اكتيف. المستوى نتاع الفريق كان مستوى محترم برشا. الحاجه اللي تفرح سيكو الفريق هذا فيه 6 لاعبين من الفريق تاع الامال تاع الموسم الفارط، عندنا 8 لاعبين موجودين اليوم في 18 مام حتى 10 لاعبين اقل من 22 سنه يخدموا كما يلزم، فما برشا روح فما برشا انضباط على مستوى السيطره زاد كيف كيف كانت سيطره ميدانيه واضحه لنا احنا العديد من الفرص مقابله محترمه برشا بالنسبه للفريق نتاعنا. ما نكذبش انا لا عندي عروض اوروبيه لا خليجيه ما عندي حد شيء على ذمه النجم الساحلي مازالي كونترا ان شاء الله حتى الجوان وديسيم بعد كوب دافريك ان شاء الله نقعد ونشوف ان شاء الله مستقبل ان شاء الله. الملعب التونسي عمل مباراه محترمه جدا خاصه في الشوط الثاني الريح ضدنا ونخلقوا في الفرص ولكن الكره ما حبش تدخل. نقول مبروك للنجم الساحلي ونتمنى الشفاء العاجل للوائل بالاكحل اللي عمل مباراه كبيره ولكن من سوء الحظ تضرب في اخر مباراة. امجد سعود هي جوار في ليتوار سو كونترا يوفا كونترا تويه عام 2014 ان شاء الله
قعد فترة الأخرانية في معناها لي دوني تكنيك اللي عطوهمنا للإطار الفني، عطانا الإطار الفني والمعد البدني، عطانا معناها دي دوني يقول للمجهودي ناقص على المجموعة باش في البرفورمانس. دونك وقع تخصيص لمجة شهودي مدرب خاص به ومعد بدني خاص به وقعد يدرب معه. لمجة شهودي خرج من النادي معناها ما غير إذن الهيئة المديرة، ما غير إذن الفريق. الوقت الحاضر ما زلنا نستنى فيه، لكن لمجة شهودي ابن النجم الرياضي الساحلي، لاعب في النجم الرياضي الساحلي، عنده عقد، لاعب محترف ويقعد إن شاء الله بالنجم الساحلي. أستاذ، فما قضية رفعها النجم الساحلي فيما يخص فوزي البنزرتي. صحيح، هي القضية تقامت وقت اللي غادر فوزي البنزرتي النجم الرياضي الساحلي قبل بطريقة غير قانونية، وبالفعل كونا ملف وبعثناه إلى لجنة النزاعات، ومؤخرا صدر قرار. القرار هو تقريبا في تحدد بمبلغ 45,000 دينار يدفعهم فوزي البنزرتي النجم الرياضي الساحلي. نقول الحكم هذا كان في غير طريقه، باعتبار وأن اللي غادر أو يقطع العقد بصفة تعسفية من طرفه هو لابد باش يدفع قيمة 3 أشهر. الشهر احنا بالنسبة لنا احنا يتكلف 30,000 دينار للمدرب الفوزي البنزرتي، ومبلغ 3 شهور 90,000 دينار، وبالتالي مش نقوم باستئناف للقرار بتاع لجنة النزاعات باعتبار وأن المبلغ ماهوش كامل ولابد باش يكون 90,000 دينار كاملة. ظهر لي الموضوع الآخر واللي هو مهم ياسر، موضوع العكيشي. عودة العكيشي من عدمها. عودة العكيشي من عدمها. العكيشي هو لاعب النجم الرياضي الساحلي، كنا على علم على أساس كونه عنده بعض المشاكل مع فريقه، وهو يبقى ابننا ونتمنى أنه يكون في وضعيته بطريقة حسنة، ولكن يبدو أن عنده هو منظار آخر، يبدو أنه يبحث على فرق اللي هي مش تضمن المستقبل متاعه. احنا النجم دايما يدعم أبنائه، وإذا كان هو لقى طريق آخر خلف النجم فإن شاء الله ربي يعاونه وربي يوفقه.